عسلم عسلم على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. كل عام وانتم حيين بخير. نرجع للحديث على تاريخ محمد في هذا العام الجديد 2014، ونحاول نلخص شنو قلنا في الفيديوهات الأربعة اللي قبل هذه. عرفنا أن المطلب وهاشم من قريش ومن عباد الأصنام، هذه مسألة واضحة. أما عبد المطلب اللي جاء به المطلب من المدينة واللي نسبه الخوه هاشم، هو إنسان ما نعرف عليه حد شيء. اللي نعرفوه أن أمه سلمة بنت عمر النجارية الخزرجية، هذه المسألة واضحة. ويعرفوا كل الناس أن الأوس والخزرج هما قبيلتين جات من اليمن بعد تدمير سد مأرب، يعني قحطانيين، يعني ليس هم من قريش وليس هم من العرب المستعربة، بل هم من العرب العاربة. بعد لدمر سد مأرب جاءوا للمنطقة هذيك ولقاوا اليهود يعيشوا غاديك، فما قبائل يهودية كانت تعيش في يثرب في المدينة، وخدموا عندهم في الأول، ومن بعد بداوا يتكاثروا بشوية بشوية، ومن بعد بدات تقع المشاكل بينهم بين اليهود. يا أخي بعض القبائل اليهودية تحالفت مع الأوس، وبعض القبائل اليهودية الأخرى تحالفت مع الخزرج، وبدات الحروب من بين هالقبيلتين معروفة واللي دامت أكثر من 120 عام. إذن اللي ما نعرفوهش هو شكون بو عبد المطلب. هذه حاجة ما نجموش نعرفوها، ما نجموش نعرفوها. الحاجة الوحيدة اللي نجم نقولوها هو يمكن يكون يهودي، يمكن يكون خزرجي، يمكن يكون من الأوس. المهم إن المطلب نسبه لأخوه هاشم وجابيه للمدينة. السؤال الثاني اللي نحاول نسألوه، عبد المطلب هذا اللي معروف ماهوش من عباد الأوثان، يعني ماهوش من عباد الأصنام، وهذا معروف، كان ينتمي إلى أي دين؟ ما نجموش نقوله يهودي، قد فما حتى دليل يقول على أنه يهودي، أما احنا توا نقرأ في التاريخ ونشوفه شنو الافتراضات الموجودة. أما الأقرب للمنطق وتنقرأ التاريخ، نلقاوه كان يتبع الديانة الحنيفية، مش الحنفية المذهب السني، لا الحنيفية. نعرف احنا اللي في وقتها كانت فما ديانات عديدة في الجزيرة العربية، أما أكبر الديانات هي اليهودية والنصرانية والحنيفية والوثنية. والوثنية كانت معروفة، القريشيين كلهم معناتها يتبعوا الوثنية، يعني عندهم أصنام متاعهم، وهذه مسألة معروفة. اليهودية كانت موجودة في يثرب، والنصرانية كانت موجودة في مكة شوية، لكن ما همش معناتها ياسر، وكانوا موجودين خارج مكة. بينما الحنيفية هي ديانة يقال إنها قديمة وإنها تعود إلى إسماعيل، وهي ديانة موحدة، يعني تقرب نجم نقوله لليهودية والنصرانية، وكانوا ياسر يتبعوا هالديانة هذية، موجودين في الوقت ذاك. ونعرفوا احنا اللي قبل الإسلام كانت هناك حرية دينية مطلقة، كانت هناك حرية دينية مطلقة، وما كانتش فما مشاكل، يعني واحد يتبع أي دين هو حر، نجم يكون في دين ويخرج من دين، هذه مسألة واضحة. ولكن زاد يمكن، خاطر نعرف احنا اللي يتبعوا الحنيفية كما مثلا ورقة بن نوفل وغيرهم، فما ياسر منهم تركوا الحنيفية ومعنتها وما تبعوش دين آخر، فما وحود منهم تبعوا النصرانية، يعني كان فما تقارب كبير من بين الحنيفية، يعني اللي يتبع الحنيفية والنصرانية. إذا الافتراضات كبيرة، فأنت فما يقول لك اللي أبا طالب اللي هو معناتها ولد عبد المطلب كان نصراني، فما اللي يقول لك خديجة كانت نصرانية،
وهنا مشكلة. يعني نعرف اللي معناتها المسألة كان خديجة تكون نصرانية يعني محمد يكون نصراني، لأن ما تنجمش تعرس، كان هي نصرانية ما تنجمش تعرس بإنسان غير نصراني. وهنا نفهم أن هذا التقارب من بين ورقة بن نوفل ومن بين خديجة ومن بين عبد المطلب ومن بين أبا طالب، وهذوما الكل نفهم اللي هذوما الجميع في البيئة اللي تربى فيها محمد أو اللي تولدت فيها. أنا باش نرجعوا معناتها المثل محمد، أنا باش نرجعوا له، يعني بيئة خاصة معناتها بعيدة، يعني كل البعد على الأصنام وعلى عبادة الأصنام. صحيح كان يشوف عبادة الأصنام، لكن البيئة القريبة منه لم تكن وثنية. هذه مسألة معناتها لازم نفهموها مليح باش نعرفوا معناتها كيفاش احنا نعرفوا. ذكرنا في الفيديو اللي قبل كيفاش عبد المطلب مشى خطب له آمنة، وهذه آمنة وتنرجعوا للتاريخ ما نلقاو عليها حد شيء، يعني معناتها الكلام عليها قليل جدا. واحنا كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل، مسألة موت هاشم وموت المطلب، فهمت؟ من بعد تو تشوفوا معناتها موت عبد الله او عبد الله في المدينه، معناتها بعد عرس وتخلى على آمنة، قعد معاها 10 ايام وبعد الحق بقافله ماشي للشام، كيفاش في الرجوع نتاعو مات. يعني هنا نتسالوا شنو هو هذه الموت اللي متواصله، فهمت؟ المهم احنا ما نعرفوش محمد شكون هو، يعني ما نجموش. هو صحيح يقولوا قعد معها 10 ايام، لكن ما فما حتى دليل ان محمد بوه عبد الله. فما نرجع للتاريخ نلقاو تضارب، وتعرفوا مساله اللي بقى في كرشم 4 سنين، يعني تو ابوه مات وهو تولد بعد 4 سنين ولا بعد 3 سنين ولا بعد عامين. هذه مساله معناتها ننظروا فيها. كما نعرفوا اللي عمه قثم اللي هو ولد عبد المطلب مات، وقتها مات في الفترة هذيك تولد محمد، ولهذا يقال إن عبد المطلب سمى ولد آمنة، فهمت؟ قثم، من بعد خذا اسم محمد. المهم أنا هوني اللي حبيت ركز عليه، معناتها الحاجة اللي حبيت نركز عليها، يعني مانيش باش ناخذ شنو قال الاسلام، خاطر الاسلام كما قلت لكم هو مصدرنا الوحيد، اما فما تضاربات وفما اختلافات وفما ياسر حاجات اللي تخلينا نشكوا في هذا التاريخ، ونقولوا اللي هذا التاريخ معناتها مكتوب على حسب القياس. انا في الحقيقه كل ما اقرا وكل ما اطلع على كتب التاريخ ونشوف معناتها قثم هذا ابن عبد الله اللي بعد ولا اسمه محمد ابن عبد الله، فهمت؟ الحقيقة يسخفني حال، يعني يذكرني بالولاد كل يتولدوا لا يعرفوا لأبوهم لا يعرفوا لأمهم لا يعرفوا حتى شيء، وينخرطوا في الجريمة وينخرطوا في مجالات معينة وما يكونش عندهم رعاية، ويتوجهوا نحو ما يسمى الإرهاب أو الجريمة المنظمة. انا وقت نقرا حياه محمد يعني في الحقيقه نجم نقول اللي هي اقرب، فهمت؟ يعني الانسان يعني عاش طفوله رهيبه، عاش طفوله رهيبه، يعني فهمت؟ يعني ديجا معناتها تعرفوا اللي معناتها امه ماتت وهو عمره 6 سنين. يعني كي نجي نرجعوا للتاريخ نلقاو اللي مشات هي وياه للمدينه باش تزور قبر بوه، زعما فهمت؟ وغاديك قال لك صابها مرض وماتت، ماتت في المدينه، ورجعت بيه شو اسمها يعني بعد لما ماتت رجعت بيه خادمه ام ايمن الى مكه، فهمت؟ وهو معناتها كان في حضن معناتها مع امه، ونعرف اللي هو حبر ما تولد باش علينا في اللي الحكايات اللي حكاوها مع عليه والنور واللي شافته وهذاك الكل، ذيك كلها حاجات ليس لها اساس من الصحه. اما احنا نعرف محمد حبر ما تولد امه ما رضعتوش، باهي هما يقولون راه العرب كانوا ما يرضعوش، يعني ما فهمتش علاش معناتها ما رضعتوش، فهمت؟
به يمكن حالات يعني. المهم ما ربتوش يعني، عطاته الحليمة السعدية، واحنا تو الفيديو هذه غير حبيت نبين الظروف اللي تولد فيها محمد هدايا قسم ابن عبد الله، فهمت يعني. معناتها ما ربتوش امه، يعني امه هذه مجهولة ما نعرفوش عليها، ولدته بعد 3 سنين ولا 4 سنين ولا ما نعرفش عليها وقتاش. من بعد عطاته الوحدة ترضع فيه، وعلاش عطاته الوحدة ترضع فيه يا اخي، هي شكوني باش تعطي الوحدة ترضع فيه. من بعد رجعته لها وما عاش مع امه، ومن بعد مشت به للمدينة، من بعد مرضت في المدينة وماتت. يلقى روحه يعني تقريبا في 6 سنين، بعد 6 سنين هي ماتت، يعني بعد لما ماتت هي يعني في 6 سنين يمكن تربى معاها قديش، عامين 3 سنين، واحنا نعرفوا يعني اي انسان طفل صغير يعني يتربى مع امه عامين 3 سنين ما يكونش عنده حتى نوع من الحنان للام او القرب للام، فهمت. هذا كان علاش انا ساعات صراحة فهمت اعتبر ان محمد ضحية لطفولة عاشها صعيبة، ولكن مش يعني اني مبرر اللي عمله وقتها كبر، هذايا معناتها مسألة واضحة، فهمت. ما نجموش نبرر، خاطر الانسان مش على خاطر تولد كذا وكذا وكذا معناتها وعنده ظروف ومشاكل وكل شيء انه يصبح انسان مجرم او ان يقوم باعمال اجرامية، هذه مسألة واضحة. هذاك علاش نجم نقول انا اكثر شيء ان قثم كان في الحقيقة انسان مريض نفسيا قبل ان يكون انسان مجرم ومنحرف سلوكيا، انا حسب رأيي، فهمت. يعني بالنسبة لي انسان عانى من عقدة نفسية كبيرة في صغره، مجهول الاب، يتيم الاب، لم يتربى مع امه ربته حليمه، وتنرجعوا في الفيديو القادم معناتها شنو وقع له وقتها مع حليمه، نتاع مساله اللي انا نشك فيها، مساله شق الصدر، بل الاقرب للحقيقه ولا حسب المصادر انها وقع عمليه، يمكن عمليه اغتصابه او التحرش به جنسيا، فهمت. وتنرجعوا وهو يقولها، فهمت يعني يقولها، تنرجعوا لها في الفيديو القادمه. انا هوني غير ما حبيتش نطول ياسر، خاطر عندي ياسر من اللي ما عملتش فيديوهات، غير حبيت نقول الحاجات هذوما باش تكون الامور واضحه، اللي محمد اكثر منه مريض نفسي خاصه في الطفوله نتاعو، وهذاك المرض النفسي حول النوع من كره، وغنقراو من بعد معناتها نشوفوا الاسلام باش تكون، نلقاو اللي محمد نتيجة الطفولة نتاعو، راهو احنا ديما نقولوا الإنسان نتيجة البيئة نتاعو، نتيجة الظروف نتاعو، ولكن لا يعطيه مبرر أن يقوم بما قام به. وأنا حسب رأيي كل ما نقرأ تاريخ محمد ونحاول نفهم تاريخ محمد، نحاول باش نفهم شنو اللي وقع بالضبط. وشكرا وبالسلامة مع فيديو.